السلام عليكم. احد الدجالين المنافقين المرشحين روحهم وايد تاثر من بعض الفيديوهات وبعض الكلام، وحس ان كل هالكلام موجه له، فخلي انا قال انا حق عن روحي وادافع عن نفسي، لكن فضح نفسه. اول شيء لو انا مو سامع صوته كان بالكثير عطيته 12 13 سنه لو هو بس كاتب. انت شلون راح تمثل البلد وتخدم البلد؟ ثاني شيء عن تخصص، اذا انت ما فلحت في تخصصك شلون راح تخدم الناس؟ التجارة البسيطة انت ما قدرت، الله يرزقك ان شاء الله بالعكس بالحلال مو بالنفاق والدجل، شلون راح تخدم الناس وتطور البلد وتطور الامور الاجتماعية الاقتصادية في البلد؟ هاي اللي مستغرب منه. وثاني شيء تقول يمكن انت قاعد تكلم لان مستقبلا عقب 4 سنوات رشح روحي. اول شيء اذا برشح روحي نفس ما قلت لك لازم اطور روحي بهالنقاط، وثاني شيء اذا بيسوون المجلس عمل تطوعي وحق الكل ممكن نفكر. ليش؟ عشان احنا نتاكد ان المجلس يكون خالي من الدجالين ومنافقين لنفسك، لان فعلا في المجالس السابقه في كانوا ناس رجال فعلا ومحنكين، بس فشلوا. ليش؟ بسبب اشكالك اللي موجودين في المجلس. طول ما اشكالك موجودين في المجلس مستحيل هذول راح ينجحون الرجال، هاي للاسف. فمن كذي احنا نحذر الناس، نقول لهم اختاروا الصحيح، لان اشكالك المنافقين اللي عندهم اسلوب في الكلام كلمتين على بعض فن المحادثة، ولكن في النهاية الموضوع سلبي ما نعرف ايش الموضوع. هاي المشكلة نحن دي من كذي نكثر الفيديوهات عشان نحذر الناس من الدجالين لامثالك يا حبيبي.